السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين باك اكزومات. قبل ما نبدا التمرين تاع اليوم ما تنساوش تابونا في لاشين باش تشجعوني نزيد ندير لكم دي فيديو على دروس اخرين. دونك اليوم غادي نخدم معكم تمرين في الاعداد العقديه. اول تمرين غنخدموه غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نحلوا معادلات في السي. جبت لكم ثلاثه المعادلات كل وحده بالطريقه الخاصه ديالها وغنشوفوا دي زاستوس اللي كنستعملوهم فيهم. دونك بسم الله نبداو بالمعادله الاولى. عندنا 1 زائد اي جذر 3 مضروبه في زد اس 3 كتساوي جذر 2 ناقص اي جذر 2. دونك نبداو نحلوا هذه المعادله نشوف كيفاش شنو الطريقه اللي غنستعملوا. اول حاجه غنديروها هي نحرروا هذا الزيت من اي حاجه حداه. دونك نحيدوا هذا 1 زائد اي جذر 3 من حداه نقسموا عليها زد اس 3 كتساوي جذر 2 ناقص اي جذر 2 على 1 زائد اي جذر 3. هنا باش نبسط شنو غندير غادي نكتب كل واحد فيهم البسط والمقام. هذا عدد نسميوه ار وهذا ار بريم نكتبوا ار و ار بريم على شكل اكسبونونسييل. غتشوفوا كيفاش كنكتبوا على شكل اكسبونونسييل. عندنا جذر 2 ناقص اي جذر 2 كتساوي غادي نعملو بجوج غتبقى جذر 2 على 2 ناقص اي جذر 2 على 2 اللي هي 2 مضروبه في جذر 2 على 2 هي كوسينوس ناقص بي على 4 وناقص جذر 2 على 2 هي سينوس ناقص بي على 4. دونك تيتا عندنا هو ناقص بي على 4. دونك الى بينا نكتبو على شكل اكسبونونسييل غتولي هي 2 اكسبونونسييل اي فوا تيتا اللي هو ناقص بي على 4. هادي قاعده شفناها في الدرس ان الى عندنا نكتبوها هنا بالقلم عندنا ا فوا كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا الى بغينا نكتبو على شكل اكسبونونسييل غتكون هي ا اكسبونونسييل اي تيتا. هون داكشي اللي درناه. نكتبو المقام حتى هو على شكل المقام حتى هو على شكل اكسبونونسييل 1 زائد اي جذر 3 حتى هي غنعملو علاش كنعملو بجوج باش تبقى لينا هنايا بحال الكوسينوس اللي كنعرفوه والسينوس اللي كنعرفوه. هنا غنعملو بجوج تبقى لينا واحد على جوج هذا كوسينوس كنعرفوه اللي هو كوسينوس بي على 3 جوج عامل واحد على جوج زائد اي جذر 3 على جوج. دونك واحد على جوج هي كوسينوس بي على 3 وجذر 3 على جوج هي سينوس بي على 3. دونك تيتا في الحاله هو بي على 3 جوج اكسبونونسييل اي بي على 3. فوالا دابا شنو درنا كتبنا البسط والمقام على شكل اكسبونونسييل. دابا نرجعو المعادلة ديالنا او تكافئ زد اس 3 كتساوي جوج اكسبونونسييل اي تيتا مع اي تيتا بريم. دونك جوج غتمشي مع جوج غتبقى اكسبونونسييل اي موان بي على 4 على اكسبونونسييل اي بي على 4 على 3 باردون. دونك هذه هي اكسبونونسييل اي موان بي على 4 ناقص بي على 3 اللي هي اكسبونونسييل اي فوا ناقص 7 بي على 12. فوالا دونك هنا غادي نستعملوا واحد القاعده نخليها لكم هنايا غتكونوا بلا شك شفتوها في الدرس اولا في التمارين اللي هي هذه زد اس ان كتساوي ا كتكافئ ان زد كتساوي جذر من رتبه ان ديال اغ عدد عقدي اكسبونونسييل تيتا على ان اي تيتا على ان زائد 2 كابي على ان. هذه قاعدة عامة بحيث يكون اغ مجاب قطعا تيتا من اغ و عدد عقدي كيف ما كان. دونك هذه قاعدة عامة نطبقوها في اي معادلة على هذا الشكل على شكل زد على بيسونس ان كتساوي ا.
مثلا عندنا زد على بيسونس ان كتساوي واحد، شنو غتولي هادي؟ غتولي زد كتساوي اكسبونونسييل اي دو كابي على ان، بحيث كم حصور ما بين صفر و ان ناقص واحد. نقدر نكتبها هنا، نزيدها اضافة، نضيفها هنا، زد على بيسونس ان كتساوي واحد. هادي غير حالة خاصة من هادي، زد كتساوي اكسبونونسييل اي دو كابي على ان، بحيث كم حصور ما بين صفر و ان ناقص واحد. فوالا دونك حنا شنو حنا غنستعملو؟ غنستعملو اللولى، لان عندنا زد على بيسونس 3 كتساوي ا، هذا هو ا. فهاد الحاله عندنا ان هي 3، دونك نطبقو هاد القاعده، او كتكافئ ان زد كتساوي جذر من رتبه 3 ديال ار اكسبونونسييل اي ناقص 7 بي على 12 على 3، دونك ناقص 7 بي على 36 زائد 2 كابي، 2 كابي على 3 على ان اللي هو 3. فوالا، بحيث كام غيكون 0 1 2. فوالا، احنا لقينا الحلول ديال المعادله. دونك زد كيساوي، غادي نعوضو ك بصفر و بواحد و بجوج. الحل الاول غيكون هو اكسبونونسييل موان 7 بي على 36، الحاله ديال ك كيساوي صفر، او في الحاله ديال ك كيساوي واحد غتكون هي اكسبونونسييل اي 17 بي على 16 على 36، او في الحاله ديال ك ايكال 2 راه ما كنديرو والو غير كنعوضو ك، او زد كتساوي اكسبونونسييل اي 41 بي على 36. فوالا، دونك هذه هي المعادله الاولى. لاستوس اللي استعملنا فيها هو هذا، هذه قاعده عامه كنظن انكم تكونوا برهنتوها في الدرس، ما عرفش واش بينتوها في الدرس ولا لا، ولا حطيتوها ولا حطيتوها نيشان ك بروبوزيسيون. المهم هذه هي القاعده اللي استعملنا، هذا هو لاستوس اللي استعملنا في هذه المعادله الاولى. دونك ندوزو للمعادله الثانيه. عندنا زد أس 4 كتساوي 24 إي ناقص 7، هذه غنحلوها بطريقة أخرى. كتكافئ زد أس 4 كتساوي، شنو غنحاولو نديرو هنا؟ غنحاولو نخرجو واحد المتطابقة هامة، متطابقة هامة يعني شي حاجة، شي متطابقة هامة اللي تعطينا شي حاجة أس 2. غتشوفو علاش. 24 إي نقدرو نكتبوها هي جوج في 3 في 4، 24 هي جوج في 3 في 4، جوج في 12 24 اي. و 7، 7 على حساب، غنشوفو شنو غيخرجنا. حنا بغينا نديرو متطابقة هامة، دونك هنا كاينة واحد 4 اي، دونك هنا خاص تبان لينا شي 3 بحال هكا، 3 أس 2، و 3 أس 2 هي 9، باش تخرج لينا 7 هي 9 ناقص 16، دونك زائد 3 أس 2 هي 9 ناقص 16. غنكتبوها على الشكل التالي، غنكتبوها 4 اي لكل أس 2. دونك هذه هنا هي 9 ناقص 16 اللي هي ناقص 7 اللي عندنا بيان. وهنا غادي تبان لنا واحد المتطابقه هامه اللي هي 3 زائد 4 اي لكل أس 2، 3 زائد 4 إي كل أس 2، هاهي 3 أو كاري زائد 4 إي أو كاري زائد جوج في 3 في 4 إي تكافي. وهذه حتى هي متطابقة هامة اللي هي زد أو كاري، لأن إلا جبنا هذا لهاد الطرف وهذه هي زد أو كاري أو كاري، دونك هي زد أو كاري زائد 3 زائد 4 إي عامل زد أو كاري ناقص 3 ناقص 4 اي، هذه هي ا او كاري ناقص ب او كاري زائد ب عاملي ا ناقص ب. كتكافئ، وهذه كتكافئ لنا ان سوا هذه كتساوي صفر او هذه كتساوي صفر، زد او كاري زائد 3 زائد 4 اي كتساوي صفر، او زد او كاري ناقص 3 ناقص 4 اي كتساوي صفر. فوالا، هنا غنخرجو زد
زد او كاري كتساوي ناقص 3 ناقص 4 اي او زد او كاري كتساوي 3 زائد 4 اي. هنا حتى هو غادي نحاولوا نكتبوا على هذه على شكل نخرجوا هنايا متطابقه هامه. اذا بغينا نخرجوا متطابقه هامه شنو نقدروا نديروا؟ ناقص 3 هي 1 ناقص هي 1 ناقص ناقص 1 ناقص 2 هي ناقص 3. اولا نكتبوا اولا نقدروا نكتبوها لا نقدروا نكتبوها بلاتي 1 او كاري ناقص 4 اي هي 2 في 2 اي. وباش تخرج لينا ناقص 3 عندنا ديجا 1 خاصنا ناقص 4 ناقص 4 غنكتبوها على شكل 2 اي لكل او كاري. ها هي بانت لينا متطابقه هامه 1 ناقص 2 اي لكل اس 2. هادي غير بالنسبه لهذه. ثانية حتى هي نحاولوا نخرجوا منها متطابقة هامة. 3 هي 4 ناقص 1 ناقص 1 هي اي او كاري. 4 اي هي 2 في 2 اي. قلنا 3 هي 1 زائد ناقص 1 زائد 4 4 نكتبوها على شكل 2 او كاري. وهي بانت لنا متطابقة هامة اي زائد 2 كل اس 2. فوالا دونك زيت كتساوي سوا واحد ناقص جوج اي او ناقص واحد زائد جوج اي او اي زائد جوج او ناقص اي ناقص جوج. فوالا هذه هي حلول المعادله. دونك لاستوس اللي استعملنا في المعادله الثانيه هو اننا حاولنا نخرجوا متطابقات هامه نبينوا بعض المتطابقات الهامه لان المتطابقات الهامه كيعاونوا في المعادله اللي فيها شي حاجه كتساوي صفر كيعاونوا المتطابقات الهامه بحال هنا كنديروا هذه كتساوي صفر او هذه كتساوي صفر. دونك على حسب المعادله كيفاش دايره. ندوزو المعادله الثالثه. المعادله الثالثه تقريبا غنستعملوا فيها نفس لاستوس اللي استعملنا في المعادله الاولى ديال هذاك ديال زد اس ان كتساوي ا كتكافئ. المهم نشوفوا كيفاش غنحلوها. دونك جي كتكافئ شنو عندنا ديجا؟ عندنا زيد أس ربعة كتساوي جذر جوج فوا هاد العدد العقد. في المعادلة الأولى شنو كنا درنا؟ مشينا كتبنا المقام البسط ماشي نفسها ولكن غير كتشبه ليها. كنا كتبنا البسط على شكل إكسبونونسيال المقام على شكل إكسبونونسيال. هنا لا، هنا غنحاولو نضربو في المرافق. إلا ضربنا في المرافق شنو غتعطي لينا؟ جذر جوج مضروبة في إلا ضربنا البسط في المرافق اللي هو واحد زائد ثلاثة اي. والمقام اللي ضربناه في المرافق غيعطينا واحد ناقص ثلاثة اي أس اثنان اللي هي جذر جوج هذه غتعطينا عشرة لأن واحد زائد تسعود مضروبة في واحد زائد جوج اي عامل لي واحد زائد ثلاثة اي. بيانسوغ كنمشيو بتكافؤات في المعادلة. شنو غتعطي لينا؟ شنو غنديرو؟ هادي غنكتبوها على شكل اكسبونونسييل. سبقينا شفنا كيفاش التقنيه كيفاش كنكتبوهم على شكل اكسبونونسييل. نحاول نخرجو كوسينوس والسينوس ومن بعد اكسبونونسييل. دونك هادي اللي حسبناها غتخرج لينا 5 جذر 2 اكسبونونسييل اي 3 بي على 4. دونك هادي تاكدوا منها، حاولوا ديروها بوحدكم تاكدوا منها. كتخرج لكم 5 جذر 2 اكسبونونسييل اي 3 بي على 4. وهذه غتعطي لينا الى بسطنا 5 2 جذر 2 فوا جذر 2 هي 2 دونك 2 غتمشي غتبقى اكسبونونسييل اي 3 بي سور 4. هذه حتى هي غادي نستعملوا هذيك اللي كنا استعملنا في التمرين الاول اللي هي هذه زد اس ان كتساوي فهاد الحالة ان هي 4. إذا استعملنا شنو غتعطي لينا؟ زد أس 4 كتساوي جذر من روت 4 ديال 1. بون في المعادلة الأولى راه إغ كتساوي 1 إغ كتساوي 1 في المعادلة الأولى
فهمتي باش دونك هنايا راه اغ كتساوي واحد في الحاله ديالنا هنا نسيت ما شرحت ليها يلا دابا تفكرتها بون جدول مرتب 4 ديال واحد اللي هي واحد اكسبونونسييل اي 3 بي على 4 زائد كابي سور 2 شلا تعطينا بحيث كام محصور ما بين 0 1 2 و 3 هكا كناخذو على حساب ان كانت ان 4 غناخذو 0 1 2 3 كانت ان 3 كيف ما شفنا في المثال الاولاني غناخذو ك بين 0 1 و 2 هكا دونك دائما كنحصر ما بين 0 و ان ناقص 1 كنحصر ما بين 0 او يساوي دونك يقدر يكون كيساوي 0 ولكن قطعا ك صغر قطعا من ان ناقص 1 غنكتبها لكم هنا ك محصور ما بين 0 و ان ناقص 1 ان في الحاله هي 4 دونك كنحصر ما بين 0 و 3 فوالا دونك نكملو غتعطي لينا صافي ونخرجو الزيت الى عوضنا بصفر غتعطي لينا اكسبونونسييل اي 3 بي سور 4 او زيد كتساوي اكسبونونسييل اي 2 بي سور 16 او زيد كتساوي اكسبونونسييل اي 13 بي سور 16 او Z كتساوي اكسبونونسييل اي 27 بي على 16 فوالا دونك هادو هما حلول المعادله دونك فوالا هادو هما المعادلات اللي شفنا اليوم شفنا كيفاش كنحلوا معادلات في الزد في سي باردون في مجموعه الاعداد العقديه سي لاستوس اللي نبغيكم تديو من لا فيديو هو هذا هو زد اس ان كتساوي ا كتكافئ لنا ان الحلول كيكونوا على هذا الشكل حيت ك عقلو دائما ك محصور ما بين صفر او يساوي و ان ناقص واحد قطعا فوالا دونك هادو هما المعادلات اللي حلينا اليوم كنتمنى تكونوا فهمتوا التمرين بيان سور دائما كنخلي لكم التمرين واضح في لو بلوغ غتلقاوه في لا ديسكريبسيون ديال لو سيت باك اكزومات حاولوا تمشيو بعدا تطلعوا على التمرين قبل ما تشوفوا الحل حاولوا معاه ومن بعد شوفوا الحل في لا فيديو فوالا دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا ما تنساوش تشتركوا في قناه باك اكزومات بالتوفيق بون كوراج في امان الله.